درهم أم دينار؟ ضع الدينار مكانه. مكانك أيها الدينار. كيف حالك؟ نعم. وكيف عيالك؟ نعم. وكيف حال ماريا زوجتك؟ نعم. هل صليت الصبح؟ نعامة تنفصك وتحطم فكك هذا أيها الخائن الكاذب المنافق المخادع. كاذب مخادع منافق، ماذا تركت لصفاتك يا مولاي؟ كل ما فعلته هناك وقلته عني بلغني. ما شتمك إلا من بلغك. إذن كنت تشتمني؟ نعم، ولكن بطريقة المدح. فماذا قلت عني؟ كل ما بلغك وأكثر، إلا شيئا واحدا لم أهمس به لأحد. ما هو؟ هو ما قالته امرأتي، امرأتي التي كانت امرأتي، عن 3 رجال قتله التقوا بك ذات ليلة ووزعتهم على البلاد. أحدهم يدعى شدادا، نزل حلوان وزعم أنه عامر الجبان، وكان منه ما كان مما صارت به الركبان وأدمع قلوب وعيون بني مروان. ما هذا التخريف أيها الغلام السخيف؟ انتظر أيها الخازندار الشريف حتى أخبرك عن لعبة التزييف ومن وراءها. هل تعرفهم؟ أخبرني أخبرني، من هم؟ أنا لا أعرف أحدا، ولكن يقال حيث توجد الفاكهة يوجد السوس، وحيث يوجد المال يوجد اللصوص، وحيث توجد الأسواق توجد الفلوس، والدرهم الزائف يطرد الدرهم الصحيح كما يطرد العادل الكامل ويولى من بعده الناقص والمنقوص. اخرج. صدق المثل، ها أنت تطرد الدرهم الصحيح وتبكي على الزائف والمدسوس. اخرج، لا أريد أن أرى وجهك. ليس لك عمل هنا. لكني أمرت أن أراك كل يوم. من الذي أمرك؟ الذي يعلم عنك كل شيء ويصفح عنك. أمير المؤمنين؟ نعم، بواسطة ابن عمه أمير المساكين. نعم. نعامة ترفوسك. اخرج، ليس لك مكان في بيت المال. وهل هناك مكان للدرهم إلا في بيت المال؟ فمنه يخرج وإليه يعود، يخرج عطايا ورواتب ويعود زكاة وضرائب. اخرج وإلا أوسعتك ضربا. ضربا؟ لا بأس، الضرب مكتوب على الدرهم. اقرأ. ضرب في دمشق. لا، إنه ضرب في القسطنطينية. هذا مضروب زائف. من أين لك هذا يا هذا؟ وكم عندك منه؟ اسمع، لك بكل 5 منه دينار صحيح، ما رأيك؟ اجلس اجلس اجلس. هكذا يكون التفاهم. لماذا تغلق الباب؟
لأفتح باب التهريب؟ التهريب؟ نعم نعم. قلت الدينار بكم؟ بخمسة. بثلاثة. بأربعة. بثلاثة. اتفقنا. فكم عندك؟ ليس عندي أنا. عند من؟ عميل أو جاسوس. وأين هو؟ لم يصل بعد. من أين؟ حيث توجد الفاكهة والخشب يوجد السوس، حيث يوجد الذهب والمال يوجد اللصوص، وحيث يوجد درهم ينكشف سر اللصوص. اخرج يا لئيم يا كاذب، اخرج، لا اريد ان ارى وجهك. ها؟ لا اريد ان ارى وجهك. لا اريد ان ارى وجهك. انتظري. أمرك يا سيدتي. ما اسمك؟ لقد نسيت. زينة الحياة يا سيدتي. هاتي السكين. تسددين النصل نحوي يا لئيمة؟ حتى لا ألوثه بأصابعي يا سيدتي. انصرفي يا حياة. انتظري يا حياة لنرى هل أنت حياة أم موت؟ إنها فتاة مؤتمنة، كانت في خدمتي وأنا أعرفها جيدا، وقد عودتها أن أشركها في طعامي. هاتي. خذي كليها بالهناء والحياة. بورك فيك يا سيدتي. كليها هنا أمامي. انتظري. خذي يا ابنتي واذهبي إلى غرفتك. أحرجت الفتاة. لا أمان للخدم. كل من في دارنا أمناء يا عاتكة. الحذر أولى يا امرأة أخي عبد العزيز رحمه الله، ومن يدري لعله مات على يد خادم كان يظنه مؤتمنا. لكل أجل كتاب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خذي حذرك وانصحي فاطمة أن تنتبه لهؤلاء، فلا تأكلوا أي شيء أو تشربوا أي شيء إلا بعد أن يأكل منه الخدم أو يشربوا أمامكم يا أم عمر. لا يمنع حذر من قدر. نعم، ولكن حياتكم غالية، أنت وبنت أخي فاطمة وابن أخي عمر وولده عبد الملك وكل أهل بيته، فإني لا يغمض لي جفن خوفا عليكم. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. هيا نجلس مع أولادنا، فقد حرمنا من الأنس بكم بعد سفركم إلى تلك الإمارة. الحمد لله أن رجع ولدي سالما بعد أن اعتزل هذا الأمر كله. ولدنا عمر أطال الله عمره لم يخلق للولاية أو الخلافة وهم مئة، وقد أحسن حين اعتزل. هيا هيا نجلس معهم. اذهبي أنت يا عاتكة. إن لم تذهبي معي بقيت معك، فأنا لم أجلس إليك منذ زمن. يا نفحة من أعدل الخلفاء. رضي الله عنه وعنا، وهدى كل ولي أمر للاقتداء به. ما أشبه ولدك بأبيه يا فاطمة،
أمرنا له ب50,000 دينار نفقة كل سنة. بورك فيك يا أخي. إذن لي يا أمير المؤمنين. إلى أين؟ لآمرهم بإعداد الطعام. ابقى أنت، أمرهم أنا. ابقي مع أخيك. سأذهب مع أخي. حسنا فعل، فأنا أريد أن أكلمك بشأنها. وهل بقي له شأن يا أخي؟ من صحيح أن يتعقل. أنت تعلم أن عمر أرجح الناس عقلا، فهل من العقل أن يحرض الناس علينا في ولايته؟ كذب من بلغك. سأسألك أنت، ألم يجمع الناس حوله يهتفون باسمه كلما ظهر لهم في شرفة قصره، أو جلس إليهم في مجلس حكمه، أو مشى بينهم في الشوارع أو الدروب؟ لم أسمع بهذا. ولم تسمعي عن بكاء الناس حول دار الإمارة يوم علموا بأنني عزلته؟ لعلهم بعض المساكين ممن كان يعطف عليهم. كانوا ألوفا مؤلفة تدعو له وتدعو علينا. اسمع يا أخي، يا أمير المؤمنين، أنت لست في حاجة لتبرير عزلي، ولا أنا سألتك لماذا عزلته، ولا نريد منك شيئا إلا أن تتقي الله في نفسك وأهلك وذوي رحمك، فلا تسمع للوشاة ممن يخوفونك من ابن عمك، فإنه أزهد الناس في الخلافة. أهو أخبرك بهذا؟ وأخبر أباك رحمه الله، وأقسم عليه في المجلس أن يعفيه من تلك الولاية، وكنت حاضرا. ما نقوله في مجالسنا على الملأ شيء، وما نتصارح به مع نسائنا وأهل بيتنا شيء آخر، فهل في نفسه شيء صارحك به؟ أنت تعلم أن عمر ليس له رأيان ولا وجهان ولا كلمتان، وما يحدث به نفسه في سره هو ما يقوله على الملأ في جهره. أم أن وساوس رجالك من المنافقين جعلتك تشك في كل الناس وتنسى كل الناس، حتى أقرب الناس إليك ولو بالسؤال عنا؟ شواغل الحكم ومشاكله وهمومه يا فاطمة، ثم هأنذا قد انتزعت نفسي منها لأزورك أنت وولدك، وإن شاء الله لن يمنعني عن زيارتكم شيء بعد اليوم. ذهب إلى دار عمر وما زال هناك ساهرا. لا بأس من تزور الأهل وصلة الرحم وتفاخر النسوة. النسوة؟ ماذا تقصد يا أبا عقيل؟ لا عقلت ولا فهمت. هل ماتت أمك أم مازالت حية؟ رحمها الله. لو كانت مازالت حية تسعى كنت يا ابنها سألتها عن كيد النسوة، زوجات وضرائر، سرار وحرائر، حموات وخالات وعمات، حتى في أكواخ الوديان أو في قصور ذوي العروش والتيجان. وما علاقة هذا بما نحن فيه يا عماه؟ أيها الغافل، سوف ترى غدا من الوليد وجها غير ما عهدناه عليه. ولم؟ لأنه جلس إلى أختي. من؟ زوجة عمر. وإلى حماتي. من؟ أم عمر. وكذلك زوجته. من؟ أخت عمر. جلست إلى أخيها. من؟ عمر. وأموهما بينهما. من؟ أم عمر. ومولانا الوليد يجلس بينهم. يجلس بين من؟ أهل عمر.
ويسمع ماذا؟ أساطير الأولين؟ حكايات العشاق المجاني؟ أم يسمع لوما وعتبا لعزله عمر، ورجاء وشفاعة أو أمرا ليولي عمر، وسخطا وذما وشتما للحجاج وأهله وبنيه وأمه وأبيه وصحبته ومحبيه، فهو وهم سبب كل البلاء الذي وقعوا فيه. لماذا تضحك؟ لا أضحك الله سنك يا لص بيت المال. تذكرت ما وصفك به عمر من أنك لم تترك شيئا إلا اشتغلت به. حتى بأحاديث النسوة خلف الأبواب. انظر من بالباب. صدق عمر، ولولا هذا ما كنت الحجاج، ولا قامت لهذه الدولة قوائم عرش ولا زخارف تاج. عامر الثقافي، ومعه الأسير الخناصري الشيخ الطالبي الكفيف. الطالبي المطلوب، أنزلوه منزلا كريما في معسكر الحرس وقيدوه حتى الصباح. من ذلك الرجل يا مولاي؟ شيء أعيد به للوليد وجهه المعهود، وشرك أصيد به صاحبنا المنشود، وأبعده عن ذوي القربى ووسوسات النسوة، وأرحله بعيدا عن دمشق كما أبعدناه عن الولاية ومن الولاية اليوم وغدا وإلى ما شاء الله. ما أطيب النسيم في دارك يا أبا عبد الملك، لقد أحسنت اختيار المكان. ما رغبني في هذه الدار إلا قربها من المسجد. لقد صليت فيه اليوم بعد رجوعي من حلب، فراعني ضيقه بالمصلين. هذا فضل من الله، فكيف به يوم الجمعة والأعياد، حيث يضطر المصلون إلى الصلاة خارج المسجد في الطرقات والدروب المحيطة به، وفي ذلك مشقة على الناس في الشتاء والصيف. صدقت، وسأنظر غدا في توسعتها. التوسعة لا تكفي. أرى أن تقوم بإنشاء مسجد جامع كبير يسع 1000 المصلين. غدا أسأل خازن بيت المال ليرى ما يمكن تدبيره. وقبل أن تسأل خازن بيت المال، أرى أن تأمر بوضع خطة البناء ومكان المسجد وهيئته ومآذنه ومنبره وسائر ما يحتاجه من زخارف وثريات وفرش بما يليق بأكبر مسجد في الشام وفي الأرض الإسلامية كلها. بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. وأرجو يا أمير المؤمنين أن يبنى في كل ولاية مسجد جامع كبير، ودار إيواء لعابري السبيل، ومنازل استشفاء للمرضى الفقراء. هديت إلى الخير يا أبا عبد الملك، تلك هي المشورة، وهذا هو النصح الذي أريدك أن تنصحني بمثله. لا تحرمينا من زيارتك يا أم ولدنا الفقيه الزاهد. إن شاء الله. زهد القادر فيما يملك وما هو حق له يا عمتي، وذلك هو الزهد الحق يا ابنتي. أخي عمر أهل لكل خير، ومهما امتلك فإنه يعرف قدر ما يمتلك وحق الله فيه وما أحل وما حرم. الحمد لله الذي وقاه من الشبهات والحرمات. هذا ما كنت أرجوه له، وأدعو الله تعالى أن يحميه منه، وقد فعل وله الحمد. كأن الخلافة والإمارة كلها حرمات وشبهات. حسبكن يا نساء بيت الخليفة، نحن هنا. سأنتظرك يا أم عبد الملك إن شاء الله.
ذلك هو السر يا عمتي. أي سر يا ابنتي؟ سر هذا الرضا وتلك المودة وذلك الكلام الذي يقطر من فمها عسلا بعد أن كان. امسكي لسانك يا ابنتي، عفى الله عما سلف. ولأن كان اعتزال ولدي هو سر رضاها ومودتها، فهو أطيب إلى نفسي وأقرب إلى قلبي، وهو ما كنت أتمناه من قبل. كلكم تريدون عمر الزاهد فيما أحله الله، وكأنه ليس أهلا ليتبوأ الصدارة في كل أمر، وكأنه ليس أهلا إلا لمجلس الفقه والعلم. وما أجله من مجلس. صدقتي، ولكني أراه أهلا لهذا وذاك، فلا تثبتوا من همته واتركوه يأخذ حقه من إرث الآباء والأجداد. بئس الميراث يا ابنتي. أنت تقولينها يا أم عمر؟ بئس الميراث؟ نعم، وليغفر لي ربي إن كنت تجاوزت. نعم تجاوزت يا أم عمر وحفيدة عمر بن الخطاب. ألم يكن جدك أكثر فقها وعلما ومن أقرب الناس إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. بلى يا ابنتي. فكيف تحرمين ولدك أو تحرمين عليه ما أحله الله وارتضاه رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من بعده؟ فكان الصديق أبو بكر، ثم استخلف من بعده من اختاروه، فكان هو عمر جد ولدك. ذاك شيء وما نحن فيه شيء آخر. فأسألك بالله يا ابنتي ألا تجادليني حتى لا أنطق بما آليت على نفسي ألا أخوض فيه أبدا. وأسألك بالله يا ابنتي ألا تزيني لزوجك أو تشجعيه على النظر في هذا الأمر مرة أخرى بعد أن أراحه الله منه، إن كنت حقا تحبينه. يفعل الله ما يشاء يا أم عمر. مولاي أمير، مولاي أمير. أدرك الشيخ الحلبي يا سيدي. أي شيخ؟ الرجل الكفيف صاحبنا في خناصرة. ما خبره؟ أحضروه في قيوده. وأين هو؟ أمر الحجاج بحبسه في معسكر الحرس حتى يعرضه على أمير المؤمنين. مكيدة أخرى من مكائد الحجاج، ويطلب مني ألا أشغل نفسي بذلك الظالم. ولكن هيهات. ولكن ما الذي أتى بك فجأة هكذا وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ أمر لا يسكت عنه الحجاج ولا يمهله ولا يؤجله ساعة من ليل أو نهار يا أمير المؤمنين. شغلتنا يا أبا يوسف، أهناك ثورة في بعض الأقطار؟ معاذ الله أن تقوم ثورة ولو كانت على حدود بحر الصين، ما بقي الحجاج يسعى على قدمين. لكنها ثورة أشعل جذوتها أقرب الناس إليكم، ثم رحل عنها وقدم إليكم وتركها تضطرم من خلفه لتأكل الأخضر واليابس. ويلك، فمن هو؟ ابن عمكم وصهركم عمر. فماذا فعل في خناصرة أو حلب؟ أرسل إليه من يحضره لتسأله. أحضروا عمر بن عبد العزيز. لقد حضر عمر يا أمير المؤمنين ليسأل ذلك الرجل عن تلك الثورة التي زعم أني أشعلتها. أنا ما زعمت يا مولاي. وما دليلك؟ هذا كتاب الوالي. ماذا؟ عزل العدل وولي الظلم؟ غلب الحق وانتصر الباطل؟ ويقال هذا في دارك وعلى مسامعك يا ابن عبد العزيز؟ يا أمير المؤمنين، أذكرك بقول الله تعالى لنبيه داود، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. فما جوابك على هذا؟ جوابي أنا؟ أنا المتهم أم الشاهد؟ كلاهما، فأنت متهم وشاهد. هذا لا يكون يا أمير المؤمنين، فلا يكون المتهم شاهدا ولا الشاهد متهما إلا إذا ثبتت تهمته بشهود غيره، كما لا يكون الخصم حكما ولا الحكم خصما إلا إذا اتبع هواه. كن ما شئت متهما أم شاهدا وأخبرني عما جاء بهذا الكتاب. هذا كتاب واحد من إمارة واحدة، إن صدق من أرسله سيكشف لك عما يفعله عمالك بالناس. يقتلون من يشاءون ثم يكتبون لك بذنوب من يقتلون. إذا رفع رجل صوته شاكيا أو ناصحا أسكتوا صوته قتلا أو حبسا أو رشوة، ثم يكتبون إليك يتهمون من يشاءون ويحرضونك على من يشاءون. أنت مسؤول بين يدي ربك عن كل قطرة دم نزفت ظلمة، وكل دمعة عين بكت قهرا، وكل نفسة صدر تأوهت خوفا. أليس هذا الكتاب دليلا موجبا لإقامة الحد على من شق عصا الطاعة؟ كلا يا أمير المؤمنين، فما يدريك إن كان كاتبه صادقا أم كاذبا؟ إنما الدليل يكون بالبينة والشهود العدول أو الإقرار بالذنب دون إكراه أو خوف. ثم أنت الحكم وولي الأمر، إما أن تعاقب أو تعفو، والعفو أقرب للتقوى، والله يحب المتقين. ما قولك يا حجاج؟ لقد نصح وما تجاوز، ونحن قد نصحنا وما تجاوزنا، فالمذنب قائم في قيوده، والكتاب إقرار بما سمع منه، والشهود العدول بالباب، والأمر إليك يا أمير المؤمنين. أدخلوهم. انعض. لا أستطيع. احملاه. إلى أين؟ إلى صاحبك عمر بن عبد العزيز العدل الذي عزل. إيه وربي، إنه العدل الذي عزل، أين هو لينصفني من الظلم الذي ولي؟ احملاه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أنزلاه. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. اسحبه. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أقيماه ليدخل على قدمي، وإلا فالسيف. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. ما هذا يا أمير المؤمنين؟ إنه حطام رجل عاجز كفيف. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. تعال تعال يا عم، تعال اجلس اجلس ولا تخف. أنت هنا؟ ذهب الخوف. بعض الماء أيها الجند، يكاد الرجل يموت عطشا. ما
اشرب. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. أطلق سراحه يا أمير المؤمنين فإنه مهلا يا عمر، فتلك مشورتك ألا نقتل مذنبا دون بينة وشهود أو إقرار بالذنب؟ اسأله يا حجاج. ما اسمك يا رجل؟ عبد الله، عبد الله بن آدم. هذا هو أول الكذب، فاسمه كما جاء بكتاب الوالي محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. ما هذا التلفيق؟ هذا شرف لا أدعيه، وتهمة لا يزعمها إلا جاهل بالأنساب. وأين أنا من بني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عليك من اسمه ونسبه، اسأله عن تهمته. أما كنت تصلي بالناس إماما ثم تدعو في صلاتك؟ الدعاء أمر من الله عز وجل لعباده، حيث قال ادعوني أستجب لكم. فماذا كان دعاؤك؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. صدق الله العظيم. أما كنت تدعو على ولي الأمر وتتهمه بالظلم؟ فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. يا أمير المؤمنين، إن رجلا جوابه وحجته ودفاعه آيات الله لا يتهم في ذمته، فأطلق. هل انتهيت منه يا حجاج؟ ليس بعد يا مولاي، ولو أجابني بألف آية من آيات القرآن الكريم لأجعلن جوابه حجة علي. اسأله عن تهمته دون مراوغة أو جدل. أمرك يا مولاي. أيها الرجل أجب، أيهما أحب إليكم، أميركم يوسف الثقفي أم أميركم المعزول عمر بن عبد العزيز سامحه الله فيما فعل؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحوا. صدق الله العظيم. فأيهما الخبيث وأيهما الطيب؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. صدق الله العظيم. أمرتك أن تسأله عن تهمته فحسب. أمهلني يا أمير المؤمنين لأنتزع إقراره على نفسه من حلايا صدره. أجبني يا هذا، أيهما أحب إليك أن يتولى خلافة المسلمين أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أعزه الله، أم يتولاها عمر بن عبد العزيز أميركم المعزول عن بلدكم؟ كشفت عن وجهك الحقير أيها المخادع اللئيم. تريد أن توقع بيني وبين أمير المؤمنين؟ هو يعلم أني أزهد الناس في الخلافة، وأني أول من بايعته طائعا، لا خائفا ولا مكرها ولا منافقا ولا طامعا مثلك. صدقت يا أبا عبد الملك. إيه وربي قد صدق ابن عمكم، وما أردت بمحاكمة هذا الرجل
إلا تبرئة ساحة الأمير عمر مما يزعم هذا الخائن وأعوانه. وماذا يزعمون؟ يزعمون أنهم عرفوا رجلا أعدل منه ولا أجود ولا أكرم ولا أتقى ولا ذاقوا حلاوة الأمن والطمأنينة إلا في عهده، ثم خرجوا على أثره يوم عزل هاتفين باسمه وليا للأمر وخليفة للمسلمين، ساخطين على من عزله، لاعنين من تولى أمرهم بعده هو ومن ولاه. أجب أيها الرجل، هل دعوتم له وليا للأمر دوننا؟ أجب.